مساء الخير جميعا. انا عارف ان اليوم طويل، بالتالي ده اطول يوم في كايرو سيكيورتي كامب الدي 1. في الغالب كنا بنبتدي يوم الجمعه من الساعه 1 او 2، المره دي due to the يعني exceptional guest اللي كان موجود النهارده ميكو، وستارتد من الساعه تقريبا 10. I promise ان السيشن ما تبقاش طويله and I hope you enjoy السيشن. قبل بس ما نبتدي محتاج اسال سؤالين. السؤال الاولاني، طبعا دي سكيورتي كوميونتي اند بروبرلي اكتر الناس اللي موجودين دلوقتي هنا بيشتغلوا في السكيورتي بشكل او باخر، كام واحد من حضراتكم شايف انه لو حصل له انفكشن للكمبيوتر بتاعه لابتوب يقدر يعرف انه حصل له انفكشن ويقدر يعمل البيزك انستراكشن تو ديل وذ ات، يعني يعمل بيزك اناليسز، عارف هيعمل ايه لو هو شغال في صاك؟ كام واحد يقدر يتشيك كده؟ اوكي، ده تقريبا 5% من الناس اللي موجوده، ده اقل بكتير من اللي انا كنت متوقع. كم واحد يقدر يعرف ان الموبايل بتاعه انفكتد، عنده مالوير على الموبايل بتاعه، ويقدر ياخد البيزك اكشن لو هو عارف؟ 3 4، ايه ده، الرقم ده قليل قوي. اوكي، السيشن المره دي النهارده هنتكلم على الموبايل مالوير والموبايل سيرفيلانس بشكل عام. وده بسبب ان السنتين اللي فاتت I start to see a pattern of using malware and surveillance systems بتتباع للgovernment, government grade devices and government grade software to infect civilian, to infect other groups, to collect espionage data and so become very complicated، خاصة في الميدل ايست السنتين اللي فاتوا. دايما السؤال التقليدي اللي بيحصل في مصر او بيحصل في الميدل ايست، ان الناس شايفه ان الموبايل ديفايسز بتاعتهم كان بي كومبرومايزد، انا مش عارف الموبايل بتاعي ده عليه ابلكيشنز شكلها ايه، الابلكيشنز دي بتاخد الداتا بتاعتي، البرايفسي بتاعت الموبايل ابلكيشن. السؤال ده دايما بيتردد بشكل كبير الثلاث اربع سنين اللي فاتوا، خاصة في الميدل ايست. وكل سنة بيجي لنا مثلا نيو ابلكيشن بنسمع عنه، ان الابلكيشن ده هوت وانت تيجي تنزله عندك على الموبايل تكتشف ان في كمبيوتر فيروس ولا يبقى في اي نوع من انواع المالوير. اخرهم من شهر او شهرين تول اسمها كام سكانر، دي ابلكيشن مشهور قوي، تقدر تسكان بيه الريسيتس بتاعتك. الابلكيشن ده هوت شركة كاسباريسكي ريبورتد ان ون اوف ذا libraries اللي موجودة فيه advertising is actually a malware. المالوير دي attributed لي مجموعة من الـ Chinese group. legitimate application عادي خالص، موجودة عند hundreds of millions of people، ولكن في يوم وليلة الناس قالت لا، this application can use to install malware and gain a complete access على الـ devices بتاعك. وتطورت بقى الكلام ان كل الاربك ابلكيشنز اللي موجوده فيها مشاكل، والناس كلها بتبدا تسيركيوليت مجموعه من الرومرز، ولكن ما حدش يعرف بشكل حقيقي الابلكيشنز اللي موجوده في الماركت او الابلكيشنز اللي موجوده على اندرويد ماركت ولا اي او اس ماركت دي، هل هي سكيور ولا لا، هل هي كومبرومايز ولا لا. كل اللي احنا بنسمع عنه هي مجموعه من الرومرز، وطبعا دريفن بالبوليتيكال سيتويشنز اللي احنا موجودين في الميدل ايست. واحد من اخر البروجكت اللي اشتغلت فيها في جامعه النيل، قررنا ان احنا نبص على التوب داونلودد ابلكيشن في الاندرويد، تمام؟ وكان الهدف من الاستدي دي ان احنا نبص على البرايفسي، وهل اي ابلكيشن احنا بننزله من على اندرويد ستور، من ليجيتيميت اندرويد ستور، هل بيليك البرايفت انفورميشن بتاعتي؟ برايفت انفورميشن زي الكونتاكت ليست، الاس ام اس مسجز اللي موجوده، هل في اي داتا من الشات بيحصل لها ليكج؟ هل الانفورميشن بتاعت الهاردوير بتاعت الموبايل بيحصل لها ليكج اند سو اون؟ ما كانش الهدف من الدراسه خالص ان احنا نتكلم على مالوير ولا نتكلم على اي بي تي، بكل بساطه عاوزين نعرف الابلكيشنز اللي اغلب الناس المصريين او الناس اللي موجوده في الميدل ايست بتستخدمها وبتنزلها على الموبايلز بتاعتها الاندرويد، هل الابلكيشن دي ليجيتيميت ولا هل بتعمل اي ليكج ان هي تضر الاند يوزر؟ السيستم اللي احنا عملنا له ديبلويمنت ساعتها كنا بنستخدم سوفت وير اسمه تينت درويد، ده ان اوبن سورس software زيه كده زي الديناميك اناليسيس، موجود بس لاندرويد اوبريتنج سيستم، جاي من جامعه من جامعات اوروبا، من الجامعات المشهوره جدا. بكل بساطه تينت درويد ده كان بيعمل ايه؟ كان زي الديناميك اناليسيس، زي الساند بوكسز بالظبط.
بتبدا تابلاي تكنيك اسمه دايناميك تنت اناليسيس، اللي هو بكل بساطه بنبص على الداتا المهمه لليوزر في الموبايل بتاعه وبنبدا نحط عليها ليبل. يعني على سبيل المثال اليوزر ايه الحاجات المهمه بالنسبه له، الكونتاكت ليست بتاعته، الاس ام اس مسجز بتاعته، الام زي نمبر بتاع الموبايل، بنبدا نليبل الداتا ديت ونبدا نتراك كل ابلكيشن انستولد على الديفايس ده هوت، هل بيبدا يريد ويرايت اكسس من الداتا ديت، وهل بياخد الداتا ديت ويبدا يبعتها لاي بي او نتورك ولا لا. It's very simple. لو لقينا ان موبايل ابلكيشن على سبيل المثال قران، ولا على سبيل المثال البتاع اللي هو التورش اللي هو بيطلع نور دهوت، ده ابلكيشن ملوش حق ان هو يقرا الكونتاكت ليست بتاعك. لو بيقرا الكونتاكت ليست بتاعتك ويبدا يبعتها لنتورك كونكشنز او بيوبن نتورك كونكشنز وياخد جزء من الكونتاكت ليست يبعتها لريموت اي بي، then we decide ان الابلكيشن دهوت is leaking the private information of the user. السيت اب كان ان احنا عملنا اوتوميتد سيت اب ان انت تو انستول تنت درويد على كابل اوف فيرتشوال اندرويد ايميوليتور، وديفلوبد ان انترفيس تو ابيوم سيرفر ان احنا كونكت اوتوماتيكلي على الجوجل ستور، نبيك التوب داونلودد ابلكيشن من اندرويد جوجل ستور، كل ابلكيشن نشغله في الفيرتشوال ماشين يتاكد الداتا اللي بيبعتها لريموت كونكشنز، والله لو لقيناه بيليك انفورميشن بنبدا نعمل له بارسنج از ماليشس، ما لقيناش بنريسيت الفيرتشوال ماشين وناخد الابلكيشن اللي بعده في الكيو. وكان الفوكس بتاعتنا في الاستادي ديت هو الارابيك ابلكيشن، ما كانش مهم بالنسبه لنا الابلكيشن اللي بتنزل في الويسترن ماركت ولا في التشاينيز ماركت، احنا عاوزين نركز على الابلكيشنز اللي بينزلها المصريين والناس اللي موجوده في الميدل ايست. طبعا زي ما حضراتكم ممكن تكونوا متوقعين due to rumors اللي موجوده الريزلتس it was very shocking. اوكي بدانا نبص على الريزلتس اللي موجوده وبدانا نعمل لها كاتيجورايزيشن. عدد الداونلود الابلكيشن اللي نزلناهم كانوا تقريبا the top 2000 application. That study done by a couple of students موجودين في جامعة النيل, they were very brilliant, they put a lot of effort, حطوا أكتر 2000 application downloaded في الميدل ايست. عملنا لهم categorization ب social, education, travel, local, sports, Quran and prayer. على سبيل المثال ال 188 ابلكيشن القران اللي موجودين على اندرويد ستور عملنا لهم كلهم تيستنج. الريزلتس بتاعتنا ات واز فيري فيري انتريستنج اند فيري انتريجينج. على سبيل المثال ال 188 ابلكيشن بتوع البراير 9 ابلكيشن منهم لقيناهم بيبدا يليك برايفت انفورميشن اوف ذا داتا. They given access to the contact list, they read your SMS messages, they read the MZ number and a lot of information. اوكي؟ السوشيال كاتيجوري التوب سوشيال كاتيجوري عملنا تيستنج ل 330 ابلكيشن من السوشيال كاتيجوري لقينا منهم 19 ابلكيشن دي ليك سنسيتيف داتا اند برايفت داتا. طبعا ممكن حد يقول طيب ما 19 ابلكيشن من 330 بنتكلم مثلا في 5 او 10% ده مش رقم كبير. يعني لو عندي 300 ابلكيشن بتوع سوشيال وشات وتوكس لو 5% منهم ماليشوس مش رقم كبير قوي. The problem is when you look to see how many downloaded those application it's huge. يعني على سبيل المثال ال 19 ابلكيشن في السوشيال ميديا في واحد منهم داونلودد من الاندرويد اب فوق 50 مليون تايم مليون تايم فور سنجل ابلكيشن. 7 ابلكيشن منهم اكوردنجلي جوجل هي الداونلود ريتس بتاعتها ما بين 10 ل 50 مليون، وبعد كده عندك 2 5 ل 10 مليون و2 1 ل 5 مليون، وبعد كده في 6 اقل من 500 الف تايم داونلود. ابلكيشن واحد has been downloaded more than 50 million times. That's one application في category. الثمانية application, التسعة application to prayer, واحد منهم downloaded أكثر من 50 مليون time, and then three less than 0.5 million. القرآن, we tested 231 application في القرآن, the two of them, واحد منهم من 1 to 5 million, and the other one is 0.5 million. الأرقام كانت كبيرة جدا. If we discovered ان الابلكيشن اللي في السوشيال الاولاني ده هو اللي داونلود اكتر من 50 مليون تايم becoming a malware, that means ان there is a 50 million people around the Middle East اللي هم مهتمين بالابلكيشن العربي has been بشكل او باخر has been compromised. طيب هل الارقام دي او الابلكيشن ديت actually connecting للmalware؟ فعملنا تيست بسيط خالص نشوف الريموت كونكشنز بتاعتهم. فال 19 ابلكيشن اللي في السوشيال كاتيجوري في 9 منهم we knew ان network connections بتاعتهم for IPs. الـ IPs دي معروفة لـ cyber crime أو crimeware أو
معروفه ان هي ريليتد لمالوير، وبالتالي بدانا نليبل الابلكيشن دي از مالوير، وده رقم كبير جدا. فلو انت كونسيدر اللي هو الابلكيشن 50 مليون دهوت، وي سي ان هو بيكونكتنج لي مالوير. الارقام كانت اكستريملي انترستينج، اكستريملي انتريجينج، اند ات سبورت ان يا الماركت بتاع الموبايل ابلكيشن، الرومرز اللي بتقول ان هو there is a privacy leak, there is a malicious intention behind the application ديت، في الغالب ليها roots وليها جزء حي. اما بدأنا نبص لي ال downloaded application، the finding is becoming more interest. على سبيل المثال، في application اسمه سيكو دردشة بلا حدود، that downloaded 50 million time وعنده 500,000 rate، and that's from Arabic application. طبعا ما كناش نعرف الابلكيشن دي جايه منين، واتس بيكامينج فيري يعني فيري امبورتنت بالنسبه لنا نفهم هو ازاي ابلكيشن زي ده موجوده على الماركت واحنا ما نعرفوش، وازاي مين ال 50 مليون اللي نزلوا ميكو ولا سيكو بلا حدود دهوت. تمام، اول ما طلعت النتيجه الاولانيه بدانا نبص this may be a bot, may be a fake rating، ولكن بقيه المجموعه بتاعه السوشيال دردشه والتقاء ونتعرف وندردش واين اصدقائي، لقينا الارقام بتاعتهم كلها كبير، وبالتالي ده بيرفيوت الايديا ان دي ممكن تكون بوتس، ان هي بتعمل اوتوماتيك ريتنج، خاصه ان احنا عارفين اتكلمنا مع حد من جوجل، وجوجل كونفيرمد ان هم عندهم فيري ستريكتنج بوليسي تو ديتكت ان في اوتوماتيك ريتنج للاندرويد ستور، اند ذات كان بي يعني detected by them is very very easily. وبالتالي ال downloads rate اللي هي لميكو بلا حدود دي في الغالب downloads حقيقية، والrates اللي هي 500 ألف ليهم دول rates حقيقية. في 500 ألف واحد في الميدل ايست نزلوا الابليكيشن المريب الغريب ده هوت، وفي 50 مليون واحد عملوا له download. في الليستة كلها ما كناش نعرف احنا كناس عايشين في مصر يعني غير 2 ابليكيشن منهم. في الاخر خالص كان في ابلكيشن اسمه دليل ارقام مصر، بتهيألي الابلكيشن ده كان موجود او معروف من سنتين ثلاثه، ان انت بتنزله تعرف عامل زي ترو كولر كده بس بالنسبه لمصر. فده شفنا مثلا ان هو نزل او تقريبا 500,000 واحد عملوا له داونلود، وفي 3,000 ريتنج من اليوزرز اللي عملوا له لدليل ارقام مصر ده عملوا له بوزيتيف ريتنج على اندرويد. And when we look to the application, the only one that I knew from the list, we found that it is leaking all your private information. Your contact list has an access to the SMS messages, he access to the private information for Android devices, and send this information to their C2 in a plain text. And when I start to reverse engineer the APK file, I found that a lot of bugs. They didn't follow secure development life cycle, and basically I could say this is a legitimate backdoor installed in your system. That's a very simple. في برضو application من one of the ISPs in Howard downloaded من 10,000 to 50,000 and it stored the private information عندك على ال devices. It doesn't send it to the ISP IBs, ولكن at least you can recover all of your data من ال application. من ساعة ما عملنا السيستم دهوت and this becomes much more automated، بدأت my main يعني interest كان في ال APT والويندوز مالوير بشكل عام، ولكن I started to pay attention للقصة بتاعت الموبايل، وبدأت أبص okay can we use السيستم دي لو في مثلا كاسبيرسكي بيريبورت campaign عن مالوير للأندرويد أو الاي او اس، can we use السيستم دهوت to identify more information أو at least نفهم المالوير اللي هي بتريبورت باي كاسبيرسكي أو باي فاير آي أو أي مالوير ريليتد للموبايل أبلكيشن، نفهم المالوير دي إيه الكابابيليتيز بتاعتها. المشكلة الأساسية بس الوحيدة في السيستم ده إن هو كان فور أونلي أندرويد، إت وزنت سبورت أي أو إس، وكمان كان عندنا مشكلة إن إحنا تو سبورت ذا نيور فيرجن من الإيه من الأندرويد، لأن تنت درويد كان فيه ديفرنت إيشو، يعني الباك إند بتاع تنت درويد كان فيها ديفرنت إيشو تو أبديت بيريودك أبديت للنيو أندرويد سيستم. في السنتين اللي فاتوا اغلب شركات الانتي فيروس كانت بتركز في خاصه في الميدل ايست، كانت بتركز في الايرانيان اي بي تي والراشن اي بي تي، وفي شركات كبيره جدا كل ما يحصل اتاك سايبر اتاك مثلا في اي دوله من دول الخليج السعوديه ولا الامارات بيبقى المين فوكس بتاعها ان هي تشوف هل دوت بيهايند روسيا ولا بيهايند ايران. انا شخصيا since I started to
contribution للسيستم بتاع الديناميك تنتد راي بدات اوكي ليتس سي هل على سبيل المثال الايرانيين زي ما بينفستوا في الويندوز مالوير هل دي بينفست في الاندرويد مالوير وبدات اسبند ماتش مور تايم في الموبايل سايبر اسبيوناج. في الوقت ده هو بدا يطلع مجموعه من الريبورتس من شركات انتي فايروس بتتكلم على مجموعه من الجفرمنت اللي موجوده في الميدل ايست وموجوده بره الميدل ايست. They start to invest مش بس ان هم they develop an offensive cyber capability في الاوبريتنج سيستم زي ويندوز ولينكس وماك او اس, ولكن they start to spend offensive cyber capability في الموبايل مالوير. اشهر مثال ظهر في 2018 كان كامبين كبيره جدا اسمها زوبارك. زوبارك they are not attributed to anyone, محدش يعرف who's behind it, but definitely according to the victims للمالوير كامبين بتاع زوبارك you can identify, you can build an idea who's government behind. The victims للكامبين دي موجودين في خمس دول, مصر والاردن, مصر والاردن والمغرب ولبنان وايران. المالوير سامبلز بتاعتهم when we uploaded to our system tainted droid it shows it was very very simple. When you install it بيجي لك ايكون زي بتاعت سيجنال. When you install it it requests all the permissions اللي عند حضرتك على الاوديو سواء المايك او الكاميرا او الاكسس للوكال فايلز بتاعتك, and then they gain a complete access to your android device. Once the sample اللي هو تيليجرام من Zoopark installed على السيستم بتاعك, he can record all the calls, he can read all the text messages, ويبدا يعمل لها dibbing ويبعتها للكوماند اند كنترول سيرفر, ويبدا يريكورد اوديو مسجز بتاعتك حتى لو ما فيش مجموعه من الكول. When we log into the sample, the sample ده هو reported by a mobile security company اسمها Lookout, and when we found the samples, واحد من السامبلز دي موجود على فيروس توتال, one of the semi open source public database for malware analysis, we found ان الكود بتاعه متاخد من commercial spyware اسمه spyware master, and they take the internal code copy and paste to build their own version. The interesting part how Zoopark campaign installed على الموبايل بتاع حضراتكم, مش حضراتكم يعني الناس اللي موجوده في التارجتس victims company, the group behind Zoopark compromised جريدة النهار المصرية, الويب سايت اللي جتمت بتاعهم. They compromised الويب سايت بتاعهم. They inserted one of the iframes في المين بيج. And لو أنت بتكونكت على الويب سايت بتاع جريدة النهار, والكلام ده كله موجود بابليك في الريبورت بتاع Lookout, أول ما بتكونكت عليها بالأندرويد ديفايس بيبدأ يعمل لك داونلود لأوتو سيجنالز. لو أنت من سيء الحظ اللي أنت كليك دي انستول, the system is becoming compromised by Zoopark. ده الطريقه الاولانيه اللي هو ووتر هولدنج انفكتنج ايفري ون, ودي الطريقه اللي هم دي كومبرومايز ذا موست اوف ذا فيكتيمز اللي موجودين في مصر. الطريقه الثانيه في الجوجل ستور اللي هو كان الفيرجن منه في الكويت, دي انستولد ات از ليجيتيميت ابلكيشن في جوجل ستور كويت, وقالوا ان دوت ابلكيشن من جريده النهار الفيرجن اللي هو الكويت. الكلام ده حصل في 2018. When we look to the sample, the I see the samples اللي موجودين هوت على فيروس توتال قبل ما كاسبيرسكي ريبورت يطلع بتقريبا 4 أو 5 شهور. And at this time I didn't knew, ما كنتش اعرف ان دوت تارجتنج لمصر ولا تارجتنج الاردن ولا اي حاجه. كل اللي انا اعرفه ان في ابلكيشن it looks very malicious, is not the official telegram, ولكن they mimic and try to compromise your system as if it was Telegram. And then Kaspersky came with a report and said all of the victims, according to the sensors and according to the telemetry, are in the 5 days. Kaspersky, they didn't say who's the actual government or attack group behind, but you can have an idea who's behind the who's behind this attack based on looking to the victimology of this APT group. بعد Zoopark, immediately look out the lights another group اسمه Dark Carcel. And Dark Carcel is, I think it's a changing in the way the government start to attack the people in the Middle East. Dark Carcel is, according to look out, this is a malware offensive capability developed for Android, developed, there is a Windows malware ليها, there is a version for Mac OS developed by the Lebanese government for the general intelligence. The malware itself
is not complex by any means, ولكن they managed ان هو to infect تقريبا 21 country across worldwide across the Middle East, and they collected hundreds of gigabytes من الفيكتيمز تاعته. Recorded calls, WhatsApp messages, صور من الفيكتيمز and so on, and they start to send it لي الC2s بتاعتهم في لبنان. Lookout is actually, I'm not sure ازاي defined ان هو الاتاك جروب دوت اخد hundreds of gig من الفيكتيمز unless they do يعني an offensive move. ولكن the reports بتاع Lookout, they put like images كده للمبنى اللي شغالين فيه الاتاك جروب دول وحطوا صور للناس اللي شغالين في المكان and so on. And they said at this time, this is a big move لان the لبنان بشكل عام مش معروف ان هي بتديفلوب سايبر اوفنسيف كابابيلتي, ولكن في الوقت ده هوت دي ديسايد ان هو مش بس هيعملوا ويندوز مالوير, ده هياخدوا الفيرجنز بتاعتها تو بيكام اندرويد وبيكام لينكس اند بيكام ماك او اس. اند ديفينتلي يو كان جيس هوز ذا فيكتيمز. ذا فيكتيمز 21 دوله على مستوى العالم, جزء كبير منهم موجود في الميدل ايست انكلودنج مصر وانكلود جزء كبير من دول الجلف. دول مثالين the malware infections is coming by the government, and it shows in a few different governments in the Middle East they are interested to build cyber capability. When the دول دي بس مش بتبص على الويندوز مالوير بس بدا يحصل شيفت ان هو to spend effort and resources and cyber capability to infect the windows sorry the mobile platform. This is not a problem. When I walk to the samples اللي موجودة من دار كارسال ولا من زو بارك, samples is very simple, it do the job, it's very effective. ولكن مش دول بس الأكتورز اللي موجودين بيحاولوا يشتغلوا في الميدل إيست في القصة بتاعت الموبايل مالور انفكشن. في جزء كبير دلوقتي هو الكوميرشال موبايل سوفت وير والشركات اللي عندها اوفنسيف كابابيلتي وبتبدأ تبعها للدول اللي موجودة وورلد وايد أو موجودة في الميدل إيست اللي هي مش فاضية أو ما عندهاش الكابابيلتي أو is not interested أو هي عاوزة تشتري أبلكيشنز جاهزة to infect الموبايل أبلكيشن. أول مثال هنشوفه النهاردة وده من الأمثلة المشهورة جدا اللي حصلت من كام شهر. It's actually it's a very interesting company and it's a very very company. الشركة دي اسمها Wolf Research. It's an Indian company. الشركة ديت they develop, they claim إن هم بيعملوا developing advanced big data system و cyber security and AI and data extraction solution for the government and homeland security. Basically they're writing malware. The interesting part about Wolf Research إن هم كانوا بيروحوا مجموعة من الدول في الميدل إيست ويعرضوا السيستمز بتاعتهم اللي هي offensive capability يعني ويبدأ يعملوا عندهم مجموعة من التست. يروح مثلا لكاستمر معين يقول له والله السيستم بتاعنا ويندوز مالوير وموبايل مالوير, خد السيستم يعمل التست بتاعك, ويبدا يريكورد مثلا واتساب مسجز يوري الانفكشن شغاله ازاي and so on, and they collect الداتا بتاعتهم للكوماند اند كنترول سيرفر. ولكن علشان هم they are not skilled company, all the data اللي كانوا بيعملوها كولكشن من كل الكاستمرز اللي موجودين في الميدل ايست حطوها على اوبن سيرفر على الانترنت. Some of the research in CSIS, one of the companies interested in mobile security for Europa, somehow they managed to get into that server and leak all the data. وبدأوا يبصوا على الداتا كلها, لقوا WhatsApp messages, WhatsApp recorded مع الكاستمرز بتاعتهم, كل الفيرجنز بتاعتهم من الاندرويد مالوير والاي او اس مالوير والويندوز مالوير, and they leaked all the database online. The problem is when they mapped the leaked database, we found the main customers للشركات ديت. الشركة دي كانت بتكليم ان هي ال HQ بتاعها موجود في الهند وليها سوري ال HQ بتاعها موجود في ألمانيا والديفلوبمنت تيم بتاعها او التستنج تيم موجود في الهند والديفلوبمنت تيم موجود في اوكرين. ولكن what they found when they leaked the data, they didn't have the development team. ده هم كانوا عاملين hiring لي couple of freelancer developer من تقريبا من حاجة زي iWork واللي هي الفريلانس بلاتفورم دول موجودين في اوكرانيا, والناس اللي في اوكرانيا دول they didn't develop the system زي ما هم عاوزين, فبداوا ياخدوا developers تانيين اوت سورس من حته تانيه, and then becomes very complicated وما عرفوش يديليفر السيستمز والسيستمز بقت موجوده فيها bug and so on, لحد ما الريسيرشر قدروا يوصلوا للاوبن دايركتوري وياخدوا الداتا كلها بتاعتها. When they looked to the company,
they presented wolf research ان هم شغالين مع اربع كامبانيز تانيين في الاوفنسيف بلاتفورم حاجه اسمها نيكسا and وسبير وبروسيف and they target different political targets. ومن الحاجات اللي حصل لها ليكج من السيستم الاوبن سيرفرز بتاعتهم الفيزاز اللي كانوا بياخدوها علشان يزوروا الدول اللي هي هيبقى بوتنشال كاستمر ليهم او يشتروا منها الداتا. And definitely you can see and guess this is the customer map, this is the heat customer map اللي موجودة فيها الكاستمرز بتاعتهم. Probably الشركة دي قفلت دلوقتي الكلام ده من كام شهر and we didn't found any online presence ليهم anymore. And this is الباسبورات بتاعتهم according to CSIS presentation. This is a very interesting presentation, you will have to watch it. And طبعا زي ما كانوا حضراتكم تشوفوا ليهم this is a visas لمجموعة من الدول including مصر تقريبا كانوا جايين يزوروا الأهرامات أو المتحف المصري. And it becoming a very big scandal. Unfortunate, wolf research is just a failed example of the offensive capability اللي موجودة وبتحاول تبيع في الميدل ايست. The bigger one is becoming FinSpy. السنة اللي فاتت وأنا في كايرو سيكيورتي كامب اتكلمت على FinSpy. السنة اللي قبلها اتكلمت على هاكينج تيم. And that was very interestingly Windows side, because I have an expertise في Windows malware and Windows reverse engineering, that's becoming my main interest. ولكن بعد ما اشتغلت في الجزء بتاع الاندرويد, I spent few times in الاندرويد, بدأت أبص أكتر على الاندرويد version والiOS versions من spyware, من FinFish. الداتا اللي موجودة لحضراتكم ديت, دي موجودة من الليك اللي موجود على ويكيليكس. أما FinFisher, they have been hacked في 2014 أو 2015. بعدها بسنتين, سنة أو سنتين, ما بقناش نشوف أي samples من FinFisher. وبعدين they come back into life في 2017 2018 and we start to see Windows, iOS and Android mobile version. According to leakages بتاعتهم أو according to documents بتاعتهم, هم الموبايل operators بيعملوا cover transmission للHQ, they allow live remote acquisition للداتا اللي موجودة على الموبايل بتاع حضرتك, they can download the contact والcalendar وpicture files and everything, they can have a live surveillance through silent calls, they access encrypted communication messaging زي signal, wire, كل الencrypted end-to-end encrypted application, they claim this. في حاجة سخيفة قوي, they deliver valid evidence according to European standards. يعني هو بيقول لك الداتا اللي احنا هناخدها من على الموبايل دي ونبعتها للو انفورسمنت, this is actually a digital evidence and this is accepted في الكورت according to the European standards. ما اعرفش ازاي بيعملوا الكليم دهوت عشان they gain access للموبايل سيستم, خاصة لو هو بيتكلم على الاي او اس, they will have to root the device and jailbreak the device and that simply means ان ال basic integrity of the operating system has been compromised, وبالتالي الديفايس دوت لا يعتد به في المحكمة according يعني لخبرتي البسيطة في الديجيتال فورنزكس as I did my PhD في الفورنزكس. ولكن they consider the data valid and this data will be delivered according to the European standard. فدي الموبايل فيتشرز بتاعتهم. Plus الموبايل فيتشرز بتاعتهم they send the عندهم سيستم اسمه winfly infecting on the fly and this is part of the system infections data they deliver exploits and the exploits بتاعتهم they started من $250,000 per exploit according to devices can reach out to $2 million. $2 million accordingly prices اللي موجودة من شركات مشهورة ببيع exploits زي Zero DM. وطبعا ال offering بتاعهم they say ان هم at least they guarantee 4 major exploits في ال operating system at any time. يعني لو انت بتشتري Android platform منهم فانت at least you will have in the queue 4 exploits. iOS 4 exploits. And they gave a guarantee 6 شهور على exploit. يعني لو انا اشتريت منهم ال exploit دي النهاردة مثلا ب $250,000 وبعد كده بكرة شركة antivirus they patch ال operating system and this exploit burn, they will give you 6 months guarantee. ويديك واحدة for free كمان 6 شهور. لو اشتريت لمدة 12 شهر هيديك 2 exploits for free. فيعني ضمان بعد البيع يعني على أعلى مستوى. And when you sell the systems بتاعتهم, you take definitely Excel sheets بتقول والله this is the التابس اللي موجودة تحت بتتكلم على Android, iOS, Symbian and other operating system في الموبايل. بقول لك this is the devices tested. فلو مثلا سامسونج على Android version 4, 5, 6 و 7 pass, 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 pass. فدي التستنج. فبيوريك ان هو احنا we did all the testing على كل الميجور devices وعلى كل الميجور devices as a hardware وكل ال verticals بتاعت ال operating system and our agent will work on all the system. ودي الميجور check marks بتاعتهم على iOS devices. الدوكيمنت دي موجودة على ويكليكس من سنتين ثلاثة.
اكشلي من اكتر بيتهيألي اكتر من ثلاث سنين كمان ليكت مع اللي حصل في 2014 2015 ولكن iOS spyware is becoming in the scene اخر 6 أو 7 شهور او من اخر السنه اللي فاتت according to a beautiful report published by Kaspersky. حصل 2 major attacks من different samples and we found online. Kaspersky confirmed in how can for iOS version when there is an Android version. The iOS version Kaspersky شافته في اللي هم إيغور مسلمز في مجموع في ايجا يعني they discovered in هم one of the Myanmar country they targeted a Muslim community عن طريق sinkholing one of the websites زي ما عملوا في النهار and they download the iOS version من FinSpy and that's become a very large scale infection من FinFisher. حقيقة دي حاجة غريبة جدا لأن FinFisher دايما ما بيعملوش large scale infection. أما بيبيعوا مثلا لجوفرمنت بيبيعوا مجموعة من license من مثلا من 10 ل 50 per person ولكن they try to avoid إن احنا infect in mass علشان the chances ان لو انا انفكت مثلا 500 واحد موجودين في نفس الاوضه the chances ان واحد منهم يكون عنده مثلا انتي فيروس انجن زي كاسبرسكي ولا ترند مايكرو ولا فاير اي and they may be notified فدايما بيبقى بيحاولوا ان هم يخلوا شغلهم is very limited group and this is how they become يعني exposed والفيرجن الثاني منهم ليه كان اندرويد وده discovered في الميدل ايست الحقيقة أن أنت وأنا بصيت على الفيرجن بتاع أندرويد I didn't look for the iOS version because I didn't have an access to the samples ولكن أما بقارن الفيرجن بتاع أندرويد when you try to reverse engineer and تشوف الكابابيليتيز بتاعته compare مثلا للناس بتوع وولف ريسيرش أو دارك كارسال ولا زو بارك you see a really engineering effort يعني على سبيل المثال in iOS I'm using a sandbox one of the online sandbox commercial sandbox اسمه cloud Joe sandbox When I installed the Android version, Joe Sandbox failed to execute the samples. We couldn't see any behavior. They have a lot of tricks, زي anti-debugging, we're detecting the virtual machines بتاعت Android, and they have a lot of checks to ensure in they are running in a security product. And you can definitely see the effort اللي موجود فيه. طبعا ده معروف ومفهوم خاصة الشركة دي is a very commercial company, and they're investing a lot for engineering عشان يقدروا يبيعوا لgovernment. لو هو يروح لgovernment وقال له والله software بتاعنا can easily be detected أو أي sandbox can execute the software the what probably the government will not buy the software the what وطبعا زي ما حضرتك تقدر تبص على الheat map of the Android version you can see the countries infected with this sample طبعا لو انت بصيت على اغلب الدول ديت يعني you can guess an idea whose potential customer or what type of the country is buying من FinFisher The problem is, FinFisher is only another company. They're building offensive capability. They have a bad reputation. ولكن it's a company that has been exposed worldwide. أغلب الناس شغالين في security research بيسمعوا عن FinFisher ويسمعوا عن hacking team. Samples بتاعتهم بتطلع online على virus total within one or two days maximum when a new sample coming. ولكن there is one evil, one even bigger evil than FinFisher, Wolf Research, Vernet, and all the companies that are working in mobile infection. And probably you heard about this company called NSO, the Israeli company that developed cyber offensive capability for mobile application. Not just mobile application, we knew in Homa they developed cyber capability and exploit to other operating systems, like Windows operating system, Mac operating system. ولكن They mainly known for developing this capability for the mobile application. NSO أول مرة يظهروا أو أول مرة نبدأ نبص على public report منهم كان في 2016 من public report lookout company. They are specialized in the mobile application. The campaign ساعتها كان اسمها Trident اللي كشفت عنها شركة lookout. And it was very interesting campaign. It has 30 days in the iOS kernel. It have 10 day for WebKit in iOS. And it's becoming very, very complex attack chain.
الحد المكان الوحيد اللي ريبورتد الكلام ده كله المكان الوحيد اللي ريبورتد عن السامبلز بتاعت NSO it was lockout virus total we didn't see any samples من اللي موجودين في الريبورت بتاع lockout على virus total لحد بعدها بشهور يعني even the report was very detailed الاتاك بيحصل ازاي what's the kernel implications بتاعتها المشكله اللي حصل فيها البجز and so on كان it was very interesting report ولكن we couldn't verify اي finding او المالوير كابابيليتي للريبورت ده هوت غير بعدها بشهور لسبب ما even when is NSO company احنا من شهور قليله جدا we heard about a bug in WhatsApp الناس كلها صحيت في يوم قالت ان في bug في WhatsApp وفيسبوك they trying to patch WhatsApp and some of the researchers put an effort to make a bend diff between the old version of WhatsApp and the new version to identify which part of the function was vulnerable and has been exploited حتى مع البج ديت اللي هي الناس كلها اللي في العالم اتكلمت عليها we do not have a single file a single hash بيتكلم على المالوير كابابيليتي اللي اكسبلويتد واتساب في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا دول no single hash موجود في تكنيكال ريبورت وورلد وايد بيتكلم على الواتساب فولنربيليتي دي الناس كلها بتقول ان وراها NSO بس no one knows ايه هو البيلود what have been exploited who's the victim what is the victim what is the final malware payload what is the final malware payload ايه الكابابيليتيز بتاعها ازاي الناس قالت ان ده تبع NSO no one have information except the Facebook company fortunate we have few samples leak من customers موجودين ل NSO worldwide they leak one of the documents بتاعتهم بيقولوا ان البلاتفورم بتاعهم اللي هو اسمه Pegasus platform البلاتفورم ده هي هذا كابابيليتي اذا هو كان كي لوج ذا تايب ذا مسجز على الموبايل ات كان تيك ا سكرين شوت ات كان كابتشر لايف اوديو كونتنت سواء وانت بتعمل كول او حتى لو انت ما بتعملش كول بيسموها السايلنت كول دي they can make a remote control to the malware via SMS and they can infect you with push messages من السيم كارد تمام and they can exfiltrate the history والايميل والcontent والmessages at all and we have some screenshots how the platform can look like this is one of the screenshots بتتكلم على this is the recorded messages بتاعت الvictims you can scroll down to see the messages you can hear the messages in different audio format they can pinpoint the victims da موجود فين لو location enabled بالنسبه له and they can track the movement بتاعته live على live map and this is according to one of the leakage document the only sample the only report اللي فيه attribution مين ال potential victims اللي ممكن يكون ل NSO بعد ما Pegasus Trident في 2016 لوك اوت طلعت ريبورت في 2017 جوجل لان كان في فيرجن من NSO فور اندرويد جوجل ريبورتد ان في اوبريشن اسمها اوبريشن شيريزور ذيس از ا جريك نيم موجوده في اندرويد وبيقولوا ان ذيس ذا فيكتيمز الفيكتيمز اقل يعني مجموعه من العشرات يعني فيري فيري سبيسيفيك فيري فيري تارجتد والفيكتيمز دي موجودين في الدول دي بالترتيب اسرائيل اول حاجه which is very make sense لان الشركه دي ان اسرائيلي كمباني ولكن موجود في تركيا كينيا كازاخستان نيجيريا تونسيا يو اي اي اوكرين اند اوزبكستان اند ديفينيتلي يو كان لوك فور ذوز كونتريز تقدر تحطهم في باكيت واحده For this is the target for those biggest platform in 2017. There was only a single file من Trident samples اللي موجود في من الكامبين دي كان واحد بس موجود على فيروس توتال only a single file hash موجود very generic detection according to machine learning. My system was only running for Android ولكن لما حطيت على الهاش try to capture the behavior of this sample the system fails. We couldn't detect a leakage. It was very, very well engineered. It automatically detected how we run go at Android. It automatically halted the execution and they started to delete the file source. When I run it to the Joe sandbox, it gives some parts on the execution. ولكن it shows signs in the sample that very well engineered. It has an anti-detection, anti-debugging, detection of the Android virtual machine and the, detection for emulation. وده كان كافي لجو sandbox عشان يلابل السامبل ده هوت على إنه
malicious. I start to make a basic reverse engineering to try to recompile the code into Java and try to read the code and so on. It's a very complex sample. Okay, we cannot compare it لحاجة زي الموجودة في Zubark. We cannot compare it لحاجة موجودة في الدارك درسل. ولكن this is very expected من sample من شركة الvaluations بتاعتها دلوقتي a 1 billion. And there is a different equity company and VCs trying to buy this company. وطبعاً زي ما حضراتكم سمعين rumors إن هي دي sample من اللي موجودة أو من Pegasus software. They have been detected على mobile devices لناس activists زي جمال خشاشجي and so on. But no one knows المعلومة دي جت منين and who knows how to confirm. يعني if someone can confirm إن السامبل ده موجودة على الموبايل الشخص ده هوت, where is the sample? We cannot confirm. أي حاجة خاصة إن السامبلز دي مش موجودة على public databases زي فيروس دوت. Plus the attribution based ال Google Android threat intel team في ال في ال في ال في الكامبين ديت أو في الريبورت دوت في 2017 أو 2018. We found a very interesting sample, a very interesting report جاي من Citizen Lab. They find a methodology somehow in how they scanned the internet and found for DNS cache. وبيبصوا على ويب بيجز معينه ديبلويد في سيرفرز معينه and somehow they decided this web pages معناها this is the internet facing platform detection لي بيجاسس. So they searched the internet web pages معينه اسمها results.aspx وليها fingerprints معينه ولقوا البيجز دي موجوده في دول كتيره جدا وحطوا الهيت مابس بتاعتها وقال لك ان دي في الغالب الدول اللي عندها NSO customer في العالم. We can't confirm this is a very 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 specific لان ممكن maybe they found مثلا IP في مصر يعتبروا ان ده مصر عندها NSO maybe this is a VPN connection we don't know ولكن they put the heat map وقالوا ان عندهم تقريبا اكتر من 55 customer worldwide. بعد ما الريبورت ده نزل تقريبا يومين I start to replicate the data I start to create the scanner similar اللي هم عملوه بالديتا اللي موجودة عملوها وبدأت أسكان تاني using Shodan using different open source internet scanner and IP scanner to identify لو هل الفايلز دي موجودة online في 48 ساعة I found one or two موجودين واحد موجود في الكاش and one is still live والباقيين كلهم كانوا down. It doesn't mean إن الريبورت بتاعهم غلط. We knew in NSO they have a very strict operational security operational process. فلو حصل أي leakage لأي data من عندهم, they have the capability at NSO to bring down the customer. وده موجود في ال documents اللي هي ديت. عندهم strict policy. لو هم شافوا customer بيستخدم ال platform بتاعهم, ال customer ده هو تحاول يعمل mass infection, they have the complete right to take down the platform remotely, and the customer has no right to object. وبالتالي the fact إن أنا I could found one or two samples من ال web pages دي still موجودة online that means the process devised by Citizen Lab is actually makes sense but we can confirm ال heat map دي أو ال دول اللي عندها IPs بت host operated C2 servers ل NSO they actually a customer or not ولكن we can't confirm or deny ولكن what we knew in the company with a valuation of $1 billion they definitely have a lot of customer. يعني لو شركة مثلا ما عندهاش غير customer أو اتنين عمر ما هيكون الفاليو بتاعتها عشان تبقى IPO أو يحصل لها acquisition هتوصل ل 1 billion. They should have a huge customer base and should have a very successful platform. وبالتالي this is what they can make to sell their product. That's becoming the problem. And then the normal question, what if? With all of these systems, سواء commercial system من Finfisher, من hacking team, من NSO, and we knew different customers موجودين في the Middle East, they are selling, sorry, they are buying this, they are buying this platform, then the normal question, what if the government decided to infect everyone in this room? Within three or four, من the gathering of the security community, ثلاثة أو أربعة منهم, they can tell they have been infected. من تقريبا 200 أو 300 واحد. How can you tell if you have been infected? What if you traveled مثلا لحتة زي China, a country like China, where they were very well known for mass infection,
and they have the offensive capability to infect all of your system easily on the fly with the latest exploit. And they can use that against you. May not be China, maybe any country in the Middle East. How can you protect yourself? How can you know that you have been infected? That's a question. The mobile infection and the mobile offensive cyber capability, it becomes on raise. And unfortunate, reports اللي موجودة من ال security vendor وال security industry سنتين اللي فاتوا, as Miku بيتكلم النهاردة, they are focusing على Chinese malware, they are focusing على Russian malware. No one of those company that may be in a position of protecting us, they are looking for these samples. They are looking, they are not putting effort to publish من ال platforms دي. Kaspersky report, اللي بتيجي على Finfisher, they come at least 6 months late. And when they publish a report, مثلا في إبريل ولا مايو 2019, they mention they start to see the samples في 2018. And the samples online 6 شهور. وبالتالي there is a window gap for 1.5 years. Maybe any one of you may be infected, may be convicted, maybe whenever the action against him could be taken, and no one will help, and no one will know. And even the worst part, إن أنت ممكن نفسك ما تبقاش عارف. And the worst part, actually, you don't know who to ask for request and help. 4 من 2,300, including myself, been not able to help. And that's becoming an increasing area. من سنتين ثلاثة ما كنت بتكلم على المالوير وكنا بنقول we have a problems. ما عندناش كتيرة بتشتغل في reverse engineering في مصر. And this is a shortage area. عندنا shortage area في الكريبتو. And we have a huge gap area for different security. And then we have the mobile malware that becoming one of the areas in the shortage. Unfortunately, this time, this threat against you. Thank you. أي أسئلة؟ كنت عليت السقف جدا بس إجابة على السؤال فعلا في الإنترنت it seems إن الناس في حيرة ايه الحل بوجهة نظرك للمعضلة اللي حضرتك طرحتها في نهاية البرزنتيشن؟ From the community perspective, I see. كنت بقول إنه التساؤل اللي الدكتور شرحه في البرزنتيشن انتهى على إجابة نهاية مفتوحة حطنا كلنا في حيرة وفي قلق خصوصا مع المعلومات المذهلة اللي تعرضت في البرزنتيشن يعني فكان سؤالي هو إن الإجابة على السؤال اللي حضرتك طرحته في نهاية البرزنتيشن ده ممكن يكون My answer is very simple. I can't give you a straightforward answer because I don't have it, simply. And it actually is not my main expertise as a part. I develop an interest based على different small cases بشوفها. كل اللي بقوله إن that's a new area of investment. أنا شايف الناس اللي موجودة في الماركت بتاع الميدل ايست بشكل عام ومصر بشكل خاص لان انا اتكلم مع مصر they are not investing times في area another area and what I want to say you will have to look for this عندنا areas من السكيورتي areas في مصر متشبعه بناس كتيره بتشتغل في البنتريشن تيستينج والنتورك سكيورتي والنتورك بنتريشن تيستينج ولكن عندنا جاب في الاريا دي وعندنا جاب في اريا زي الهاردوير هاكينج وعندنا جاب في اريا زي الفيرموير اناليسيس الناس اللي موجوده في الارياز دي مش موجودين في مصر and then this is an open area لاي حد صغير عاوز يبدا ويشتغل ويتخصص في حاجه and he will have some interesting space in a way يقدر يلعب فيه that's what I can say and definitely transparency طبعا as according للديتا اللي موجوده هنا اهوت تمام You should know that the government in the Middle East and different government, including our government, they are buying this software. And that should be pro to light. And then whatever the community will decide and whatever the community will take action, that should be taken.
معلش استدراك يعني سؤال اخير بخصوص ما اللي جه في البرزنتيشن الاوفنسيف مالوير ات سيمز لو انا فاهم صح انه الاندرويد از اكسبوزد بطريقه اكبر لو سبيشلي لو روتد. بالنسبه للاي او اس معظم السلايدز كانت بتتكلم على الجيل بروكن ديفايسز، هل ده يعني النون جيل بروكن ديفايسز ار برو يعني الحقيقه according to the expert the real expert not me في الموبايل سيكيورتي they said they actually the opposite they said and the exploit prices لي اندرويد is becoming much more higher تقريبا 2 مليون and more because android team and google they spent so much time in enforcing security mechanism في اندرويد وبالتالي it becomes so hard ان انت to exploit android will exploit بتاعت اي او اس drop the 1 مليون because there is a lot of exploit in the market and there is a lot of bugs in iOS تمام وبالتالي رترتت في السوق وسعرها بقى رخيص. That's become after different many news من الانفكشنز اللي حصل الواتساب and there is couple of zero days happened in iOS in the last few days and so on. Okay. ف Android is taking much more measures to ensure the security of the people and the security of the operating system and they put the effort هنا. ولكن في الاخر the number of threat researchers worldwide اللي بيشتغلوا في الموبايل application in general they are very very limited. حتى compare لمثلا حاجة زي ال threat researcher for Windows و malware in general يعني. فلو في 10 بيشتغلوا malware في الويندوز في واحد بيشتغل نص واحد بيشتغل اندرويد ونص واحد بيشتغل لي iOS. And this is becoming very very frustration. Especially the debugging the malware in iOS and in generally Mac systems is very complex. It's not easy to debug the operating system نفسه. And it's very simple لو احنا بنتكلم على اندرويد. وده بيخلي ناس كتيرة جدا ما بيحبش تشتغل في iOS. بس in the same time لو الريسيرشرز نفسهم شايفين ان iOS is becoming very close وما ينفعش ننفست فيه تايم في دول they put iOS as a target زي China. And they put the resources and put the time and put the effort to find bugs and find exploits. And they actually succeeded to infect mass people and mass of their citizens, يعني بالbug state. تفضل. انا كنت عايز اخص الارابيك موبايل ابس اللي كنت اتكلمت عليها اللي هي الدراسه بتاعت جامعه النيل. المفروض ان المعني بامن الابلكيشنز دي يكون شركه زي جوجل اللي هي عامله البلاي ستور او الاي او اس بخصوص ابل، وخاصه جوجل لما اكتشفت المشكله اللي كانت موجوده في الكام سكانر بعد كده قالت ان هي دي وبقت تعمل ريموف عملت زرار ريموف جنب الابلكيشن دي تيك ات اوف. ولكن في الاخر جوجل بروتكشن بيز اون ان ا بزنس موديل يعني على سبيل المثال مش عاوزين اعتقد يعني مش عاوزين يصعبوا البروسيس ان هو يعمل كود ريفيو اوديت ريفيو للابلكيشن اللي اي ديفلوبر بيحاول يرفعها على جوجل ستور لان لو صعب العمليه الناس مش هتكتب ابلكيشن وبالتالي اندرويد ماركت ويل ريديوس تمام. ففي بزنس بالانس بيحصل ان هي تو ابروف او ديس ابروف الاوتوماتيك الابلكيشنز اللي اوتوماتيكلي بيحصل لها بوستنج عليها. When they reported when the users or antivirus companies or researcher be report ان في application is actually malicious, Google they take a very active measures in how to take off this application. ولكن مع الاف الابلكيشنز اللي موجوده اونلاين and the interest and limited number of threat researcher اللي شغالين في اندرويد security team اللي موجودين في جوجل, they can't look for millions of applications. يعني على سبيل المثال في الاستاد اللي احنا عملناها we found the top 2000 application قلنا we focus لان I think we have like 20K or 20.5K applications موجودين في الماركت العربي applications موجودة بتطبع هالورد وخلاص موجودة على الماركت ما نعرفش دي موجودة فين and we can't test every application for privacy leak and then we start to have to narrow down this is the top notch or this is the top downloadable application دول هنبص عليهم. Google is doing a good job trying to make protection. ولكن في الاخر there is a business perspective. There is should be someone from the research community and from the researcher بشكل عام in how to find threats and report the stress threats and blog and write reports, public reports about the threats. Okay. أي أسئلة تاني؟ عندي سؤال بخصوص فين سباي و ان اس او
لما بنسيرش اونلاين، ويمكن حضرتك كنت بتتكلم السنه اللي فاتت على فين سباي سبيسيفيكلي يعني، فبنتكلم ان التايم جوينج اب واحنا ستيل بنشوف الثريتس بتزيد. المشكله بتيجي لما بنلاقي في ريسبونسابيلتي على اشخاص محدده، يعني لما عملت سيرش على ان اس او لقيت اونرز متحددين باسامي ناس هم دول الاونرز بتوع او الفاوندرز بتوع الشركه وموجودين على ويكيبيديا. يب. ممكن يكون الجوفرمنت ما عندهمش الانترست ان هم يوقفوا الاكتيفيتي بتاعه الشركات دي. هاويفر في برضه رول ممكن تيجي على الهوستنج بروفايدرز مثلا، او الناس اللي ممكن تكون بتكنترول ان يبقى في ويب سايت للناس دي ويبقى بيبيعوا السيرفيسز بتاعتهم اونلاين كده وموجود. اغلب السيرفيس بروفايدر they will not take down any C2s until it reported. يعني على سبيل المثال لو في اي one of the public hosting companies they فرنسا او في اتش ولا اي حد من الناس اللي زي دول they will not take down اي content malicious until it reported. وفي الغالب كمان لازم يكون في request من law enforcement to take it down. They can take it. لان تاني نرجع للبزنس موديل بتاعه. تمام. شركات زي NSO the owners معروف، واكشوالي الاونرز بتوع NSO او الكو فاوندرز اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول اكوردنج تو ذا بابليك بريشر من ريبورت زي سيتيزن لاب بداوا يطلعوا زي ميموريال كده او دوكيمنت بيقول ان هم الدول اللي احنا هنبيع لها لازم ما تكونش عندها مشاكل مع حقوق الانسان، خاصه ان اسمهم جه كتير جدا مع الكيس بتاعت جمال خشاشجي. ولكن that's not enough. يعني even when you publish a document okay and an action should be taken على host provider ولا حاجه document is not sufficient. لازم ريبورت من سيكيورتي كوميونيتي او من سيكيورتي كمباني توصل للاي اس بي تقول لهم وي ديتكتد ا باد كونكشن مالشس كونكشن اند وي شود تيك ات داون، او اللو انفورسمنت يقولوا وي سي ذس مالشس كونكشن ويتش از دي هاف تو جاستيفاي واي اتس اتاكينج اور كونتري اند واتس اتاكينج ذا ديفرنت سبيسيفيك جروب او ديفرنت او سبيسيفيك جروب اند ذي شود تيك ات داون. من غير الاكشن ده، من غير ما حد يبص ويقول ان ده مالشس، نو وان ويل تيك ان اكشن which could not be happen لان هم اوريدي كاستمرز. Maybe a customer, maybe not. Maybe, but maybe a customer, maybe not. Citizen Lab reported for أكتر من reported عليهم إنهم they reached out to operators إنهم to request some of the data and they didn't have a luck in order to get data. And simply they didn't have any يعني أي law enforcement يعني بشكل قانوني يطلب من إنه يروح لمثلاً ISP ولا أي حد من ال مش هتكلم كمان على الـ على الـ على البوليت بروف بقى هوستنج سيرفيسز اللي موجوده في الصين ومش عارف في مجاهل اسيا يعني، ولكن they don't have the privilege to take down اي حاجه او حتى to even request اي data من اي مكان. شكرا. اي اسئله؟ اوكي اخر كومنت. all the data is online. data بتاعت فين فيشر وين سو all the document موجوده online. you will have to log. SIS sample موجود online. The study اللي احنا we published بجامعة النيل is published as well في one of the ICM conference and you will find the full paper online with the old data. So if you want to replicate the research and try to find the same finding, you will find all the information. شكرا جزيلا.